بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس الجاري. وأعرب جلالة العاهل المفدى عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة، وأكد جلالته أن تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي سيسهم في تعزيز دور المجلس في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في العالم والعمل على إيجاد الحلول لمختلف القضايا الدولية الراهنة، مشيدا جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد العالمي وبكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها، متمنيا للدولة الشقيقة وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادتها الحكيمة.